السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الرابعة من محاضرات Drug Information. محاضرتنا هذه طويلة شوي، لكن بإذن الله معلوماتها ظريفة. إذا تحبوا ممكن نقسمها على قسمين وناخذ لايك 5 دقائق in between، أو نتابعها وأنتم عند الاستماع لها لكم حرية تقسيمها إلى الأجزاء التي تحبوها. طبعا محاضرتنا هي تكون على types of clinical trials. types of clinical trials هناخذ عليها محاضرتين، الجزء الأول هذا وفي الجزء الثاني بإذن الله. بالنسبة للأوتلاينز، هدفنا في هذه المحاضرة إن نكون عندنا بس نخلص قدرة على وصف special characteristic of controlled clinical trials. Describe examples of other study designs beside the basic controlled clinical trials. Discuss potential utility, limitation, and questions to ask when evaluating all study designs. Describe the characteristic of various observational trial designs and differentiate between the three types of literature review, اللي هو narrative non-systematic review, systematic review, and meta-analysis. وهذه إن شاء الله بإذن الله هنتطرق لها. طبعا هذه من أهم الجداول اللي حتلاقوها بالنسبة لل literature definition أو evaluation. الجدول هذا يوصف أصناف المقالات. عندنا إحنا primary، وحنسمع secondary والtertiary والother resources. primary أو أو اللي يسموه الصنف الأولي أو البدائي أو الابتدائي، هو مش البدائي صراحة، هو الابتدائي. primary عندنا إحنا دراسات بسموها دراسات تقييمية، اللي هي evaluative studies. والevaluative studies تنقسم إلى experimental، اللي هي تجريبية، observational، اللي هي ملاحظية. وعندنا كمان من primary غير evaluative studies عندنا descriptive reports، اللي هي التقارير الوصفية. بعد كده نيجي للsecondary literature راح نتكلم عليه فيما بعد، والtertiary والother resources بإذن الله. طبعا أهم صنفين لو نرجع هنا عندنا في البرايمر، عندنا الإيفالويتيف، تحتها قلنا الإكسبرمنتال والأبزرفيشنال. فحنيجي للإيفالويتيف ستاديز. عندنا الأبزرفيشنال هي الستاز إن ويش سبجكت أر أوبزيرفد، فقط إحنا نلاحظ الأشخاص في هذه التجارب اللي هي نسميها تجارب ملاحظية، ولا نتدخل أبدا فيهم. لكن بالنسبة للإكسبرمنتال هي الدراسات التي يتم فيها التدخل بشيء معين، وبعد ذلك متابعة ماذا سيعمل هذا التدخل. تدخل إما كان يكون إعطاء جهاز معين، إعطاء جرعة دوائية أو إلى آخره. طبعا الإكسبرمنتال ستدي اللي هي نعتبر هذا study design to answer a question in a prospective manner, which means conducting a study to answer a specific question. إيش يعني؟ يعني إحنا نبغى عندنا سؤال في أذهاننا نبغى نجاوب عنه، لكن بتتبع الداتا أو المعلومات في المستقبل. هذا المعنى الإكسبرمنتال. كيف يعني؟ يعني أنا مثلا حجيب شخص معين عندي وأعطيه جرعة معينة من الدواء، وبأمشي بكرة وبعده 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 أشوف هذا الدواء إيش قاعد يسوي في جسمه. عشان كذا قلنا بروسبكتيف. الإكسبرمنتال ستدي such مثلا يعني عند such clinical trial اللي دائما نقول عنها clinical trial conducted and we want to conduct a clinical trial، وحنفهمها كويس بإذن الله. test the drug in two sets of patients over time and compare the results. عادة الكلينيكال ترايل احنا نفحص الدواء في مجموعتين من المرضى، وبعدين لفتره محدده من الزمن، وبعد كده نقارن النتائج اللي طلعت من هذه المجموعتين. الداتا يتم جمعها، the data are collected from the time that the patient starts taking one of those drugs until the end of the study. يعني الداتا من متى نبدا نجمعها؟ من يوم ما نعطي الانترفنشن اللي هو الدرج لغايه نهايه الدراسه. نجي للأبزرفيشنال. الأبزرفيشنال هي عبارة عن يعني إحنا فقط نقوم بتدوين النتائج اللي نلاحظها من مراقبة شخص معين تعرض لحدث معين، شيء زي كذا. يعني ما نروح نعطي البيشنت شيء، ما نعطي دواء، ما نتدخل فيه، بس نراقب نتائجه. This study usually a retrospective. هذه النوع من الدراسات يسموها دراسات ماضية وليست مستقبلية. تتابع المعلومات، يعني تمسك ملف المريض وتقعد تشوف إيش اللي حصل معه في الماضي، فعشان كده يسموها retrospective.
which means looking back، يعني نقصد فيها النظر إلى الماضي، أو looking back in time in order to evaluate events that have already occurred، لتقييم الأحداث التي قد حدثت سابقا. طبعا ال primary descriptive reports اللي هي describe individual experience، عادة descriptive reports هي التي تصف خبرات أشخاص معينين. ما الهدف من وصف هذه الخبرات؟ ليش نجح نوصفها؟ عشان نشارك أفكارنا مع ناس آخرين. يعني أنت مثلا جيت تقول والله أنا لاحظت بعض المرضى اللي عندنا هنا، مثلا اللي عندهم سرطان في الرئة، لما جيت تابعت ملفاتهم لقيتهم هذول يشتغلوا في مناجم الفحم. فأنت قلت كذا، أعطيت فكرة لأحد في بلد ثانية إنه هذه ممكن تكون سبب لانتشار السرطان عندهم، فصار سوى نفس الدراسة زي، وقاعد يتابع اللي في مناجم الفحم اللي عندهم سرطان، يشوف هل اللي عندهم سرطان ويشتغلوا في مناجم الفحم نسبتهم أكبر من اللي عندهم سرطان وما يشتغلوا في مناجم فحم مثلا. يعني هذا مثال. Describing programs، طبعا البروجرام عشان تعرفوا ايش المقصود في البروجرام، البروجرام له عدة تعريف، بس من اكثر التعريف شيوعا هو عبارة عن collective of projects. كيف يعني؟ يعني مثلا نسمع زي برنامج مستشفى قوى الامن، ما المقصود فيه؟ برنامج مستشفى قوى الامن هو اول ما بدأ عيادة صغيرة، بعدين العيادة هذه قالوا معلش خلينا نسوي مشروع ثاني، نسوي لهم مختبر، بعدين سووا مختبر، قال لا معلش نحتاج كمان معمل، سووا لهم عفوا قصدي قسم أشعة، سووا لهم قسم أشعة، قال لا بعدين نحتاج قسم صيدلية، سووا قسم صيدلية. فتجميع المشاريع هذه مع بعضها سوت برنامج. فأحيانا تبغى توصف أنت هذا البرنامج يتكون من كذا وكذا وكذا عشان تستفيد أنت، كما تبغى تنشئ برنامج ثاني أو أحد يبغى ينشئ برنامج ثاني ياخذ وصفك. ثلاثة new reporting a new treatment، يعني عادة descriptive reports انت اعطيت شخص دواء جديد تبغى تشوف ايش سوى الدواء فيه، فتقعد توصف ايش سوى، يعني من او احد اعطى، مو انت عشان نكون في ال observational level، احد اعطى شخص دواء جديد وصارت معه احداث فانت تبغى توصفها. بعدين relating observation عشان نربط الملاحظات مع بعض. Descriptive reports do not involve any investigation or scientific principle، هذه معلش مهمة جدا تركزوا فيها، اللي هي التقارير الوصفية لا تشمل انك تعطي اي او لا تشمل انها يعني لها، ليست لها اي خاصية زي ما يقولوا تفحصية او بيان او مبدأ علمي. يعني انا ما هفحص شيء، يعني انا فقط قاعد اوصف حالة صارت، لكنها ما تعتمد على اني اعطيت انسان علاج وقاعد اتابع الانسان واسحب منه دم واقيس درجة حرارته واقيس ضغط واقيس كذا عشان اعرف نتائج. هو فقط اوصف كلام، فقط وصفي لحالة حدثت امامي، هذا هو. بغض النظر قد يكون هذا الشخص ماخذ شيء غير العلاج اللي احنا قاعدين نتهمه، قد يكون عنده سبب ثاني غير اصلا العلاجات كلها، فهذا هو المقصود بالdescriptive reports. الكاركترستيك اوف ايفالويتيف ستاديز، ما هي مميزات الدراسات التقييمية؟ دائما الدراسات التقييمية مثل ما قلنا سابقا هي عبارة عن تجريبية أو ملاحظية، experimental or observational. في الدراسات التقييمية يكون الباحث عادة يكون مؤلف للمقال عنده سؤال كويس أو فرضية، ويقوم يسوي تجربة كاملة عشان يحل هذا السؤال. هذه الاكسبيرمنت عادة تشمل أو تحتوي على قياس نتيجة إعطاء هذه التدخل، التدخل هو قلنا عنه زي مثلا الدواء أو جهاز أو whatever. هي involves the measurement of intervention outcomes، يعني إيش الأوتكمز اللي جت من هذه الانترفنشنز in medical and pharmacological research. أحيانا يكون في pharmacological research يجيب active ingredient تحطها في test tube فوق واحدة ثانية، أنت اللي أعطيت الانترفنشن حطيت المادة هذه فوق مادة ثانية، فتبغى تشوف إيش الأوتكم اللي طلع منها. طبعا كمان الكاركترستيك اوف ايفالويتيف ستاديز، عاده في الايفالويتيف ستاديز الانفستيجيتور يحتاج عدد من المتغيرات يعني قدر الامكان حتى يقيس تاثير التدخل اللي اعطاه هذا يعني بدقه. يعني مثلا انت الان اعطيت حبه دواء، عندك واحد من تغيرات الضغط بتشوف الضغط ايش صار فيه، عندك واحد من تغيرات مثل حراره، عندك واحد من متغيرات تساقط الشعر، فلازم يكون عندك متغيرات عشان تعرف تقيس ايش تأثير هذا الدواء اللي انت اعطيته.
Results of evaluative studies are important in providing new information about particular topic. دائما احنا تعنينا هذه عشان حتعطي المعلومات الجديدة عن اي شيء احنا نبغى نبحث عنه. طيب نيجي الابزرفيشن ستاديز. الابزرفيشن ستاديز تنقسم الى اربع اقسام، في منها كيس كنترول، في منها كوهورت، في منها فولو اب، في منها كروس سكشنال. طبعا هذه الكيس كنترول والكوهورت هم تقريبا زي بعض بس عكس بعض في الـ في الـ في الـ يعني في التركيز على هدف معين. مثلا الكيس كنترول عادة evaluate the specific event and its associated environmental factors. مثلا عندنا حريم ممرضات في المستشفى، اكتشفنا غريب انه هالممرضات دائما يطلعونا بيوتراين كانسر، يوتراين كانسر، يوتراين كانسر. ايش السبب؟ فقلنا مسكنا الممرضات بالاوتكم، ايش هو الاوتكم حقهم؟ اليوتراين كانسر. مسكنا الممرضات اللي عندهم يوتراين كانسر، وعشان طبعا ما نتهم اي شيء من الادويه، من الحياه، من الاجواء اللي يعيشوا فيها، جبنا ممرضات نفس الشيء اشتغلوا في نفس المستشفى في نفس البيئه وما عندهم يوتراين كانسر، ومسكنا هذه الممرضات اللي عندهم يوتراين كانسر والمجموعه الثانيه ما عندها يوتراين كانسر، ورجعنا للورا نشوف ايش كانت طريقه حياتهم، ايش هذا اللي تعرضوا له وطلع لهم يوتراين كانسر، وايش هذا اللي تعرضوا له وما طلع لهم يوتراين كانسر، او هؤلاء كلهم تعرضوا لنفس الشيء بس ذوليك حظهم طلع لهم يوتراين كانسر. لا، لما رجعنا للوراء اكتشفنا ان الممرضات اللي عندهم يوتراين كانسر نسبة الناس اللي فيهم اللي يستخدموا كونتراسبتيف اعلى من اللي ما طلع فيه يوتراين كانسر، فقلنا في تزامن، ما نقدر نقول سببية لانه قد يكون السبب لليوتراين كانسر شيء قاعدة تاخذه هذه المجموعة احنا ما ندرى عنه وما قالوا لنا اياه، فما نحطها 100% من الكونتراسبتيف، فنقول تزامن تناول الكونتراسبتيف مع حدوث يوتراين كانسر في هذه الفئة اللي أغلبها يستخدموا كونتراسبتيف. هذا وعشان كذا لازم يحط مجموعة مراقبة عشان نقدر نشوف، لأن جينا في المجموعة المراقبة لقينا مثلا المجموعة الأولى حوالي 10 ممرضات، المجموعة الثانية 10 ممرضات، المجموعة الأولى 8 منهم فيهم يوتراين كانسر لأنهم هذه المجموعة لقيناها تأخذ كونتراسبتيف. المجموعة الثانية لقينا فيهم 2 فيهم يوتراين كانسر وهذولا ما ياخذوا كونتراسبتيف، فذلك لانه اكثر، فقلنا احتمال ان الكونتراسبتيف تسببت او مش تسببت سوري تصاحبت بحدوث اليوتراين كانسر. الكيس كنترول هدف منها ديتيرمن تحديد الاسوسيشن، مثل ما قلنا دائما الاوبزرفيشن ستدي هي اسوسيشن ما هي كوزيشن، هتذكروها كويس، تحديد الاسوسيشن بتوين الديزيز ستيت اللي احنا قلنا عنها ديزيز ستيت اللي هي اليوتراين كانسر واند اكسبوجر والتعرض اللي هم هذول المتعرضين لمين؟ للكونتراسبتيف. الديزاين حاجة زي ما قلنا observational، وهي عبارة عن group of participants اللي هم الكيسز with a particular disease اللي هي characteristic اللي هو قلنا عنه يتران كانسر are compared to similar group non cases يعني ما في عندهم يتران كانسر and اللي هم and okay without the disease characteristic as a control group، ونتابعهم نفس ما نتابع هذوليك. هذه الرسمة يمكن انت عندكم رسمة مكتوبة بصيغة ملخبطة شوي، هتلاقوا الجروب اوف انترست ما هي نون بيشنتس، لا هي كانسر بيشنتس، هذه عدلوها اذا عندكم فيها شوي لخبطة. جروب اوف انترست هي كانسر بيشنتس، والكمبارزن جروب هي نون بيشنتس. شوفوا لما رجعنا للورا هنا لقينا ان واخذنا الهيستوري منهم، انتوا ايش كنتوا تاكلوا، ايش كنتوا تشربوا، لقينا هنا من اللي هم كانسر بيشنت طلع 3 منهم قاعدين ياخذوا كونتراسبتيف، النن كانسر بيشنت ولا واحده منهم تاخذ كونتراسبتيف، عشان كذا شكينا بالكونتراسبتيف. كلير؟